السلام عليكم حبيباتي، فيديو جديد. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بأحوال جيدة وصحة جيدة إن شاء الله. في هذا الفيديو جبت لكم هذه النقشة الخفيفة البسيطة اللي كتجي غزالة في اليد وكتجي هماوية وراقية جدا وسهلة وبسيطة للبنات اللي باغيين يتعلموا، فهي راه سهلة. غير داوموا انكم ترسموا في الاوراق، ترسموا في اليدين، وان شاء الله غادي تتعلموا. راه اي حاجه مع المداومه والممارسه كتعلميها، وراه حتى شي واحد ما زاد معلم. راه واخا تكوني الحاجه كتقنيها راه ضروري كتبقاي تتعلمي فيها. المهم بلا ما نطول لكم في الهضره، هانتوما مع الفيديو. نتمنى تدعموني باللايك وبالاشتراك، وشكرا للتعاليق الزوينه ديالكم، وشكرا لكم كاملين. ونتمنى كاع البنات اللي عندي في القناه يتعلموا ينقشوا ولا يتعلموا يديروا النقش الهندي والخطفه والفاسي وكل شيء ان شاء الله. وان شاء الله غدا ان شاء الله غادي نحط لكم فيديو ديال الخلطه ديال الحنه اللي كتخرج غزاله في اليد ان شاء الله يا رب. وكنتمنى تستمتعوا بالفيديو، وشكرا لكم كاملين.